فليو عاتيه في بلاتو صباح يا دزام، مرحبا بكم معنا. فليو نعناع البري او لمون سوفاج هو موضوعنا في فقره التغذيه لنهار اليوم. صباح الخير نبيل عياشي. صباح معطر بفليو سميرة عليك والسادة المشاهدين. اليوم غنحاولوا نشوفوا المزايا والفوائد ديال هذا النوع من اللي تدخل في الخانة ديالنا هنا اللي هو فليو. وملف قانوني نحلوه بإذن الله بمعية الدكتور محمد جمال معتوق وحليمة خبان. صباح الخير حليمة. صباح الخير سميرة، صباح النور للسادة المشاهدين. اليوم غادي نتعرفوا على الوضع المتدهور اللي كتعرفوا مقبرة بنواحي الصويرة واللي خلات الناس ديال الدوار يدقوا ناقوس الخطر. وغادي نرجعوا مرتين اللي فليو، المره الاولى مع غيزلان مكوى اللي غتقدم لنا به وصفه للدراري الصغار، والمره الاخرى مع الشيف الهادي. صباح الخير شيف. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم نقدموا لكم واحد الوصفه ديال هي الروز بفليو كومين طاقت. وبريحه الفليو غادي تستقبلوا ضيف فقره مشاهير مع ليلى الشوي. صباح النور سميره، صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم ان شاء الله غادي نستضيفوا لكم فنان موهوب مجال الموسيقى والغناء، الفنان عزيز المغربي. الكل والمزيد صباحيه اليوم، والبدايه كالعاده مع هدى جنان. مرحبا بهدى جنان، مرحبا بالضيف ديال هدى جنان. شكرا سميره. صباح الخير جميع المشاهدات. اليوم في هذه الفقره هذه غنشوفوا كيفاش غادي يمكننا نقطعوا الحلويات. كنعرفوا بان الكاطو ملي كنشريوه اغلبيه ديال الاحيان في التقطيعه كنخسروه. دائما تنقولوا اللي حدانا وقطع انت قطع انت. علاش قطع انت قطع انت؟ لان ما كنكونوش كنخدموا الطريقه باش هذا. فاذا اليوم الشيف عبد السلام غادي يورينا الطريقه ديال التقديم ديال بعض الانواع ديال الحلويات. اذا نخليكم بجوج وانا نمشي نتبعكم من هنا. مرحبا سميرة. مرحبا، صباح الخير عليكم. الشيف عندنا هنايا الكاطو، ان كاطو اللي هو كله مصايب لا كريم. كيفاش غيمكننا نقطعوا وشنا هما الاواني اللي غيمكننا نستعملوا فيها؟ بالنسبه للاواني اللي نقدروا نستعملوا، عندنا جوج نوع ديال الماسلين نقدروا نخدموا بهم. كاين غون كوتو اللي تسمى كوتو شيف، هذا ما تلقاش عندنا في الديور، هذا كبير بزاف. الى كاين عندنا الموس منشار، المنشار مازال غنلقاو نقدروا نلقاو المنشار صغير. حنايا دابا هذا الماس كبر ما عندناش في الدار، ورينا الطريقه كيفاش غيمكننا نقطعوا الحلوه بحال اللي حنايا في دارنا. دونك غنعطيك هذا الموس هذا. داكوغ، احسن طريقه باش نقطعوا بها الكاطو ديالنا يكون عندنا شويه الماء سخون هكذا، نديروا فيه الكوتو ديالنا. انت فاصل السخون تتخليه يمشي نيشان في لاكخيم، يعني كيدوزو دغيا كيدوزو دغيا ساهل. لو اصبع خصنا دابا القياس، انا كنشوف هذا الشيء مقطع عندك مقاد مزيان باش غيمكننا نقطعوا ويجينا التقطيعات تاع حنايا. تناخذوا هذا الشكل هذا ديال الكباري تنقطعوا بهم، ولا تناخذوا واحد المسطار وتنخدموا بهم الناس. دونك هادو هما اللي كيكونوا تحت ديال الحلوى كيتباعوا في المحلات التجاريه. دونك هادو هما اللي غتقطعوا بهم ناخذوا بهم القياس. واذا ما كانش عندنا نقدروا ناخذوا مسطار عادي وناخذوا دي سنتيم ونتراسيو ونقطعوا. شحال هنايا؟ 4 ديال السنتيم. 4 سنتيم. داكور، نشوفوا كيفاش غادي دير لنا الطريقه. داكور، كنا تنديروا في الماء سخون يسخن مزيان، غير يسخن شويه مسحوه، غير هو الكاطو يكون خارج ديجا قبل بواحد نص ساعه من الثلاجه. من الثلاجه نص ساعه حتى ساعه باش ما يكونش كونجلي. تناخذوا تنتراسيو الكاطو ديالنا هكذاك فوالا، وتنهبطوا بالمسنيشان. ما خصناش نبقاو نديو نجيبو الموس، يعني نحطو عليه باش ما ينكرش. فوالا، دونك هذا درنا حنايا شويه قياس كبير. الا بغيت ناخذ بحال هكا هذا نعاود تعيني نقسم على جوج، ناخذ نفس لي بوند وناخذو على حساب 2 سنتيم تقريبا. حساب 2 سنتيم الموس ديما تنمسحو باش يبقى لينا الكاطو نقي، سينو الكاطو غادي يولي كاع عامر لينا بالشوكولا. دونك هذه الا كنا غادي نقطعوه، ولينا ماشي حدا الناس، يعني غنقطعو قبل ياك؟ الا كنا نقطعو قبل ما نحطو بيان سيغ. الا كنا حدا الناس غير من يدر ونمسحو، غير من يدر ونمسحو بلا ما نديرو. ها دونك نشوف نديرو هنايا عفاك، دونك كتجي التقطيعه مقاده، ويمكن لنا ديك الساعه نزوقوا. حنا سميره ما نسيناش حتى حنايا الفليو، لان الحلوه فيها الشوكولا وفيها الفليو، فهنا كما كتشوفوا زوقناها بواحد الطريفات ديال الفليو باش كيعطي المنظر جميل، وحتى المذاق ديال الشوكولا مع الفليو كيعطي رائع جدا. الوغ هذه بالنسبه للحلوه الاولى غادي نحيدها. دونك الحلوه الثانيه شنو عندنا فيها؟ عندنا كاطو براوني. البراوني ستان كيك. الوغ البراوني هو اللي فيه هو ان الداخل ديالو كيكون فيه شويه ديال القرقع، يعني التقطيعه تقدر تهرس لنا. كيفاش نديرو باش ما يتهرس؟ يعني ناخذوا نفس الموس نقطعوا به نفس الطريقه. اليوم غادي تقدموا لنا كاع انواع ديال الحلويات وكيفاش كيفاش نقطعوا. اذا قدام الناس شويه جات شي شكل نديروا الماء وعاد باش نكتفيو بمنديل باش نمسحوا الموس. نكتفيو بالمنديل نمسحوا به، الا كان المنديل سخون وفازك شي شويه كان احسن، يعني ديك الساعه غادي نعاودوا على الماء. دائما من يد يكون محطوط حدانا باش نقطعوا الحلوه ديالنا. ضروري
عندنا مشكل دائما في واحد الحلوه ولكن ظهر لي غادي نتكلموا عليها. جميل شويه انا عرفتك علاش كتهضري. نشوفوها كيفاش غنديروا نفس الطريقه. نفس الطريقه تناخذوا بها. هادو الا بغينا نقطعوهم كبار بحال الشكل ديال الحلوه اللي كنلقاوها في المحلات التجاريه. المحلات التجاريه. حتى بالنسبه للظن نقدروا نقطعوا بنفس الطريقه. إذا كان عندنا العدد ديال الناس في أعياد الميلاد ولا خدموا بنفس الطريقة ماشي مشكلة. دونك ها هو حنايا شتي سميرة ما درناش الماء سخون غير مسحنا نزيدو نكملو نديرو الطريف الآخر. داكوغ. إذا أنت تبارك الله عليك قياسك في راسك حنايا ما عندناش هذا القياس في راسنا دونك حنا ضروري كما قلنا نديرو الكباغي من هذا ناخذوا القياس وبالتالي بقوة ما حنايا كنخدمو كيولي عندنا بحالك الطريقة كتولي سهلة. دونك نحطوه حتى هما. داكوغ صافي نزوهم الوغ هادو بالنسبه كما كتشوف الحلوه اللي كتكون يا اما فيها لاكخيم يا اما البراوني اللي كيكون داخل ديالو اللوز اولا الكركاع فبالتالي كيجي المنظر وهنايا كتشوفوا زوقناهم شويه ديال النوازيت فوالا درنا لهم شويه ديال النوازيت يمكننا انايا غادي نكمل هذا ندير لهم شويه ديال لا ديكوراسيون شنو عندنا كذلك نحيدوا هذا نحيدو عليك ناخذوا لا جالوزي ناخذوا لا جالوزي الوغ لا جالوزي او لا اللي كنسميوها كذلك لا غاليت دو روا كنا كنخدموها اما على هذه الطريقه هذه تكون طويله او لا بحال الشكل ديال لا غاليت دو روا يعني غير الشكل ديالها اللي تيتبدل اييه هنا لا غاليت دو روا احسن طريقه يكون عندنا الموس منشار موس منشار نعم. ها وهنا تيبقى عندنا لو شوا باش نقطعو مزيان كاع الحلويات اللي فيهم اون بات مورقه خاصهم المنشار واللي فيهم الشوكولا ولا لاموس ولا هذا خاصهم موس عادي بحق يكون كبير ياك نعم من الاحسن اذا ديما تناخذ نفس العبار ديالي حتى هو كنمشي به نفس العبار ديالي كنعبروا حنايا من التحت بنفس الكباغي بنفس الكباغي وتقدر تصاوب الكباغي ديالك على حسب انت والقياس اللي بغيتي عندك وهنا كديرها على شكل مثلثات على شكل مثلثات يعني كيما عبرنا من هنايا بالكباغي غادي نجي لهاد الجهه هادي وعاود نعبر هنا ما نحتاجش نمسح الموس لا ما نحتاجش علاش؟ معليش حيت انا ما كاينش ديك خيم ولا شي حاجه اللي غادي يقدر نلزم نمسحوا الموس باش يبقى لنا الكاطو نقي هي ما تبقى لا فينيسيون نقيه كيما كنشوفوا هنايا هنايا كيما كنشوفوا ما عندناش الوسخ في لي زيتاج يعني كيجي نقي غافيني فوالا نيت داكوغ دونك هذا هو الطريقه دونك غادي نحطوها نوريوها هنايا كيفاش كتجي كيجيو هاد لي كلها على هاد الشكل مثلثات وكيجي المنظر ديالها مزيان ولكن كما قلتي سميره كاين واحد المشكل كيتطرح لنا مع لا ميلفي فمشكل كبير ديال التقطيعه ديال الميلفي وخصوصا ملي كنكونوا شي مرات في القهوه ولا مع الناس كذلك كنبغيو ناكلوها كان ما كنبغيوش انا كندير بالناقص ما ناخذهاش انا لا ميلفي كاع واخا تعجبني الا غنشوفوا دابا مع الشاف شنو هي لاستوس باش نقطعوا لا ميلفي بالنسبه لا ميلفي بالنسبه للناس اللي في الدار عاديين يخدموها بالموس منشار كما قلنا عادي جدا سينو الا كان غير الموس العادي ديال الدار يقدر يقلب لا ميلفي ما يقطعهاش من جهه الفينيسون من جهه الفوندو باش يبقى نقيه يقلب هكا ويقطعها غير ما يورقش يهبط بشويه عليه واه تقطع بحالك وتبريزونطا شتي سميره باش كتجي مقاده وهذه حيله ممتازه يعني لا ميلفي حتى الا صايبناها في الدار كيمكننا نديروها على حساب بوند كبيره ومن بعد نقلبوها كيما شتي على هذه الطريقه هذه ما تقطعش لا ميلفي وهي واقفه ما خاصش تعنات خاصه الموس يمشي ويجي دهر يعني شويه ما نبركوش حيت الا بركنا مره واحده خاص الموس يمشي ويرجع فوالا حيت الا بركنا غيخرج لنا لاكريم من هنا وكلها غادي تعنى وحتى كما كنقولوا ملي يكون عند الناس ما فيها باس نقلبوها وبالموس بشويه نقطعوها وديك الساعه كيمكننا ناكلوها بطريقه اللي هي كتجي نقيه وجميله فوالا سميره كنتمنى انكم استفدتوا هذا النهار مع الشيف عبدالسلام على الطريقه ديال التقطيع تنشكروك هدى وتنشكروا الشيف عبدالسلام لان اختيار الموضوع فعلا هو تيبان عادي لكن غادي يفيدنا بزاف خصوصا قدام الضياف ديالنا وباقي سميره باقي دابا الوقت ما غاديش يسمح لنا مره اخرى غادي نجيبوا كاع لي طارت ولي غاتوغون
لي غاتو دانيفيرسير اللي كيكونوا مدورين شوفوا كاع الاشكال ديال الحلوه اللي مدوره كيفاش تا يمكننا نقطعوها قطعوها وكيفاش نقدموها طبيعه الحال وهادشي كله سيدخل في فن العيشه ولاغد اللي مختصه فيه هدى جنان مشكوره مروا اللحظه الفقره السرديه مع نبيل عياشي اذا اخترينا فليو اليوم لان هادي وقيتو لانه كيف ما تتقول نبيل عياشي ما تنعطيوش الاهميه اللي تيستاهلها الفليو نعم. دائما تنربطوه بنزلات البرد للاسف فقط للأسف. واش كاين مازال ما يتقال على فليو نعم هذه نقطه مهمه اللي شرتي لها الاخت سميره لان بين النباتات اللي مظلومه في 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 المجال الغذائي يعني خصوصا عندنا حنا كمغاربه لان فليو موجود الحمد لله بشكل كبير وبشكل طبيعي فمن بين هاد النباتات اللي مظلومه كاين فليو اللي مظلوم بشكل كبير جدا لان فليو ما تمشيو له حتى لوقت الشده ما تنعرفوش متى نكونوا مزيان فانت تنكونوا محتاجين شي حاجه حتى تمشيو له فملي تنجيو نشوفوا يعني المزايا الطبيه ديال فليو حتى المكونات الغذائيه ديالو فهو يعني تعتبر بين النباتات اللي فيها نسبه قليله من السكريات ما فيهاش نسبه كثيره ولكن فيه بزاف ديال الفلافونويد ديال مضادات الاكسده وهذه علاش قلت اننا ظالمينو لان فليو هو من بين المشروبات اللي خاصها تشرب على الاقل جوج ثلاثة مرات في اليوم نظرا للمكونات الغذائيه اللي فيها يعني تنعرفوا بان يعني ماشي فقط النساء سواء النساء او الرجال يعني الاغلبيه ديال المكونات اللي تشريو يعني بالنسبه خصوصا بالنسبه للجلد تيكون فيها هذه المكونات ديال الفلافونويد ديال مضادات الاكسده وتنساو بان هاد المكونات هذه تيمكننا نجيبوها فقط عن طريق شرب كاس ديال فليو تيمكن لي نجيب واحد النسبه اللي هي مهمه جدا من هذه المضادات الاكسده وعلاش قلت اننا ظالمينو خصوصا في المغرب لان الحمد لله منتشر بشكل كبير والثمن ديالو انه منخاف ربما قليل جدا نتمنى انه يبقى كذلك حنا المغاربه تنحكروا الحاجه الرخيصه نعم للاسف للاسف يعني وحتى طريقه الاستعمال ديالو ولا الطرق ديال الاستهلاك ديالو ما تطلبش منه واحد المجهود كبير بزاف اللي باش نشربوا في اليوم ولا باش نوجدوا في اليوم نعم هذه النقطه كذلك اللي هي مهمه وان يعني الرائحه ديال فليو هنا نبغي نشير لواحد الدراسه اللي قمنا بها واللي قمنا تقريبا ديال على 1500 مريض بارتفاع في الضغط الدموي والهدف من الدراسه كان هو كيفاش يمكننا اننا ندوزو من المذاق اللي هو بالملحه للمذاق اللي بلا ملحه ففكرنا بين المنسمات اللي درنا كان كذلك هو فليو يعني فليو نعم ماشي الملحه ولكن تعطي واحد النكهه لهذاك الوجبه ديالنا ولا هذاك الغذاء ديالنا نعم ما تبقاش عندنا يعني مثلا ملي تندير فليو بالحليب فتيقدر يغطي لي هذاك المذاق ديال السكر اللي عندي فنفس الشيء صحيح تيدوز الفليو نعم بالحليب بلا سكر نعم فنفس الشيء ملي تنديرو كذلك اللي درناه في لي سالاد ولا اللي درناه كذلك حتى في البلا ديالنا ربما الشيف لادين بعد غيشوفنا البلا اللي غادي نعم فالفليو يعني تيغطي هذاك المذاق ديال المساسه ولا هذاك المذاق ديال الحلاوه اللي تيمكن اننا لان الناس ربما ما تيتقبلوش هذاك المذاق ديال المساسه فهذه من جهه اخرى ففليو عنده علاقه مباشره يعني الناس كلهم تيعرفوا بان فليو ملي تيضربنا البرد فانا تنقول ان نشربوا فليو يمكن انه يساعدنا باش ما يضربناش البرد يعني نديروا الوقايه به ماشي العلاج نعم نديروا الوقايه يعني هو الاساس لان ربما اغلبيه الحالات ربما باش تنبسطوا يعني في المجتمع ديالنا تيقول لك ضربك البرد تقول له واش ما لقيتيش اللي دافع عليك ولا واش كون ما درتي له شي حاجه ما يضربكش الى اخره فتنظن ان في اليوم بين الامور اللي تساعد مدافع. نعم اللي تقدر تساعدنا على هذه المشاكل ولكن كيفاش حنا مولفين هنا في العدد ديالنا تنشربوا مع الحليب سخون قبل ما نعسوا نعم مزيان نشربوا مع الحليب سخون مزيان اننا ناخذوا وريقات نمضغوهم يعني من بعد لان بعض الاحيان انا شخصيا يعني ماشي يعني بعض الامور اللي يمكننا نجتنبوها في عظم انني نمضغ مسكه اللي من بعد واحد الوجبه مثلا خديت مثلا كلينا الحوت على برا ولا كلينا بعض الوجبات اللي بعض الاحيان تناخذوا المسكه باش نحيدوا هذاك الرائحه ولا ذاك المذاق حتى مع نفسنا ففليو مثلا ملي غادي ناخذوا يعني مضغت ورقه ديال فليو ولا جوج ورقات ديال فليو فتعطيو هذيك لان كاين هذاك المانتول اللي تيخرج من فليو فتحيد هذيك نعم ذاك الانتعاش تتكون عندنا في المذاق ديالنا في عوض ما انني ناخذ المسكه لان مضغ المسكه تيدخل الغازات للجسم المهم عندنا مجموعه ديال الامور ماشي هذا هو الموضوع ديالنا ما كرهتش شي حلقه على المسكه نعم ان شاء الله نعم لان غير فقط باش تاد المشاهدين تشوفونا في المسكه ملي تنبقى تندخل في المسكه فالجهاز الهضمي ديالي تيكون دائما تيعرف بان لان كاين هناك واحد 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 النظام اللي غادي في الاعضاء الجسم ديالنا الداخليه فملي تنبقى نمضغ كاين هناك افراز ديال اللعاب افراز اللعاب كاين يعني ان مباشره كاين هناك افرازات ديال الانزيمات على مستوى الجهاز الهضمي خصوصا المعده يعني تيوجدوا للاكل فملي ما تيهبطش الاكل
تيبقى داكشي تيدور في بلاصتو. نعم تيكون هنا كاين اللي تيقدر ياثر بين الاسباب كذلك ديال الامراض ديال المعده هو الناس اللي تيمدغوا المسكه بشكل كبير. فقلت ان المضيق ديال الفليو يعني ورقه ولا جوج ديال الفليو يمكننا ناكلوها، شيء اللي هو ممتاز وشيء كذلك اللي هو جيد. فقلت ان يعني الفليو الناس يشربوه اغلبيه الاحيان خصوصا الناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الكحبه تيكحبوا بالليل، لان الفليو اشنو تيدير؟ تيوسع العروق وبالتالي ما تيبقاش عندنا ذاك الاختناق اللي كاين على مستوى العروق ديال الرئه. كذلك هو تعتبر بين الاغذيه المطهره خصوصا بالنسبه للكبد ديالنا. غير هنا نبغي نشير لواحد المساله، هو فيه واحد الماده اللي تتسمى البلوغان، وهذه الماده هذه يعني هي تعتبر بين المواد السامه، لان فليو نعطينا المساله اللي نبغي نعطيها الا كليناه ماشي مشكل، المشكل ما كاينش في اننا ناكلوا النبته، المشكل هو كاين في لي زويل ليسونسييل اللي تيتخرجوا واللي تيكونوا ترو كونسونتري. هذيك الزيوت الاساس. نعم هذيك الزيوت فتتقدر تشكل يعني تقدر تشكل خطر بالنسبه للمراه الحامل، تقدر تعطي فوسكوش بالنسبه للمراه الحامل، وتقدر تعطي يعني اون انسوفيزونس ايباتيك ولا غينال يعني القصور الكلوي ولا كذلك مشاكل على مستوى الكبد. لهذا فمن الافضل يعني انا تنفضل بالنسبه للزيوت يمكن نستعملوها مثلا في لي سبا، يعني في لي سبا ممكن نستعملوه في الحمام او لا ممكن نستعملوا هذيك الزيوت، ولكن الاكل ما خاصهاش تكون. لان كيف ما قلت فليو كذلك شرت قبيله قلت ان في مضادات الاكسده اللي هي مهمه بالنسبه للجلد ديالنا، مهم كذلك بالنسبه للجروح مع الكالسيوم يعني في الالتئام ديال الجروح، كذلك مهم جدا بالنسبه للمفاصل، الناس اللي عندهم مشكل ديال المفاصل خصوصا في الفتره ديال البرد. نعم تيسخن وعنده مشكل بالنسبه للناس، انا ما تنقولش تيعالج ولكن يساهم في العلاج يعني بالنسبه لذلك شاش قلت في الاول ان الشرب نشربوا جوج ولا ثلاثه الكيسان في النهار ديال فليو كيفاش نشربوا قهوه كيف ما الماء سخون او الحليب ونكبوا على فليو ونديروا. افضل شيء اللي يمكننا نديرو هو انه خصوصا بالنسبه للمراه المرضع، يعني المراه المرضع تنعرفوا بان الهم الوحيد ديالها هو كيفاش يجي الحليب، واخا هذه يعني باش يجي الحليب، لان الخطا اللي تيديروا النساء هما ان تيبداو يفكروا في الحليب حتى تتولد المراه، وخصهم يفكروا فيه قبل في 9 شهور كامله، لان هي باش بين قوسين سي انورمال باش ما يكونش الحليب عند المراه. صحيح. لان فيزيولوجيا كاين هناك ولاده خاص يكون، لان نعم. الطبيعي هو ان المراه تكون عندها خاص يكون هناك الحليب في الثدييه، ماشي مشكل. فباش نزيدوا في الاضرار ديال الحليب عند المراه يعني تنعطيو ان يكون زلافه اللي خاصها تشربها المراه المرضع، زلافه ديال البلبوله بالحليب ومعها فلي. نعم. غتكون لذيذه. تتكون لذيذه ومهمه جدا بالنسبه للاضرار ديال الحليب. الحليب والبيض وحب الرشاد نقدروا نديروا هذه. نعم نقدروا نديروا هذه الفليو حتى بالنسبه النساء خصوصا الان الفتيات يعني اللي تكون عندهم مشاكل ديال العاده الشهريه يعني خصوصا تجيب الحريق، لان يعني كذلك هذا مشكل كبير اللي اصبح الان للاسف منتشر بشكل كبير، عنده علاقه بالتغذيه بالنظام الغذائي، لان باش يكون هناك حريق من الناس خصوصا يعني الفتيات اللي تكون عندهم هذا المشكل ديال الحريق في العاده الشهريه، يعني الشرب ديال فليو يعني كيف ما قلت جوج ولا ثلاثه كيسان في النهار تيساعد بشكل كبير باش نقصوا من الحده ديال الالم. ولكن ماشي حتى الوقيته ديال العاده الشهريه. نعم هذه النقطه اللي بغيت نرجع لها، هو ان لان كيف ما قلت في الاول اننا تمشيو عند فليو حتى تنمرضوا حتى تيوقع اللي وقع. فكاين هناك نعم يساهم في العلاج مجموعه ديال المشاكل، ولكن كاين كذلك هناك الدور ديال الوقايه اللي خاصنا نقلبوا عليه قبل يعني خاصنا البحث. الوقايه افضل من العلاج. شنو رايك سي نبيل يعني الطريقه الان ولا يشاع ان الفليو لو كيبسوا الان ورجعوا كيديروا في اتاي؟ نعم. واش هذه طريقه مثله مزيانه؟ ممتاز ممتاز، غير ما يتشبسش في الشمس. انا اللي كاينه مساله اللي هي صعيبه شيئا ما، هو ان كاين الان واحد الكريستال اللي تيتباع ديال الفليو تيتباع عند العطار يعني بحال داير بحال السكر ولا بحال سيدي كريستال طوال شويه بحال هكا وتتقطعوا وتيديروهم في كيسان دالماء في الماء سخون باش يشم هذاك البخار ديالو. فإذا كان غير يشمه البخار ماشي مشكل، ولكن للاسف يعني جاو عندنا حالات تيشربوا هذاك الماء. يعني هذه هي المشكل. دابا هنا المشكل فين تيوصل هو ان بعض الاحيان تتعطى نصيحه في واحد الاتجاه المستهلك الله يحسن العوان يعني تيبغي ربما تيقلب على السرعه في النتيجه او لهذا ما خاصوش يتشربوا عفوا نهائيا. يعني تيدير هذاك الفليو في الكاس فعاد ما تيشمو تيعجبو الحال لان يعني تيطلع هذاك البخار ديال رائحه الفليو تيسرح ليه النيوف من بعد تيشرب هذاك الكاس. هنا تيقدر يوصلوا للمساله ديال انها يكون هناك تسمم عن طريق تناولها لانه هو كونسونتري مركز. نعم مركز جدا. ففي هذه الحاله ما خاصهاش تشرب هذيك الماء ما خاصوش يتشرب خاصو يتحرق. في نفس النطاق تيتبعوا هذوك الكريمات حنا فاش كنا صغار كانوا تيديروا لنا دي فابوغوب يعني بالفليو هو مكتوب عليهم ما يمكنش نديروهم الاطفال قل من 6 سنوات والعيالات الحوامل وهذا الشيء تيجي يزكي الكلام اللي قلتي. في الاسواق كاينه كريمات اخرى تتبع في الارض
المصدر ديالهم من افريقيا للاسف، فهما فيهم هاد الريحه فليو. لان ملي تنهضروا على 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 واحد الكريمات ولا تنهضروا على واحد المنتوجات، فما خصناش نشوفوا غير المنتوج في حد ذاته، خصنا نشوفوا طرق التعليب ديالو، خصنا نشوفوا كيفاش وصل، كيفاش جا والمصدر. انا شخصيا يعني شخصيا بالنسبه للنساء، يعني النصيحه اللي نقدر نعطي، ماشي انا ماشي على حيت ضد الكريمات، نقدروا نديروا الكريمات اللي هي معترف بها، اللي هي دازت بواحد البروسيسوس اللي هو معروف، وكاين لادريس ديال لابوغاتوار فيها معروف الى اخره، ولكن كاين هناك الوقايه، كاين هناك مساله ديال المساله الطبيعيه. يعني غادي ناخذ مثلا، لان هذاك الكريم ديال اللي غيكون مصايب بالفليو خاصنا نسردوا له البال، لان كاين بالنسبه ليزاغوم كاين هناك النكهات اللي هي طبيعيه، وكاين هناك النكهات اللي هي اصطناعيه، فراه نقدروا نزيدوا مثلا واحد النكهه ديال الفليو اللي هي اصطناعيه ونزيدوها لواحد الكريم وغيعطيني ريحه مجهده، ولكن هو راه ماشي فليو، راه غير لاغوم ديال الفليو اللي هي اصطناعيه، فهذا غيكون هناك مشكل. فما كاينش مفضل ومن حسن من انني نستعمل فليو. واخا اذا الا ما كانش عندنا فليو طري نقدروا نستعملوا فليو يبس، يبس كيف ما قالت حليمه، ممكن شيء جيد بحال تيتباع في مراكش عادي عند المولين ولا كاع، غير ما يتبش في الشمس. نفس الشيء بالنسبه للنعناع، الحمد لله كاين بحال في الرمان كيف ما قلتي لنا، خاصو القشور ديال الرمان يتبدل ماشي في الشمس، هذه قاعده خاصها تكون بالنسبه للاطفال. علاش بالنسبه للاطفال؟ لان الاطفال تيكونوا في فتره نمو، فلا الكبد ديالهم ولا الكلي ديالهم تيكونوا باقي ما وصلوش باش انهم يقوموا بالدور الفعال ديالهم باش يخرجوا لنا بعض السموم من الجسم ديالنا، فيقدروا نعطيو كميات صغيره وكميات بسيطه ويقدر يخلق لهم مشكل. داكشي علاش قلت ان بالنسبه للمراه الحامل يعني تاخذ فليو ماشي مشكل، ولكن ما تاخذش لو كونسونطري ديال الفليو. سمعت نبيل بان واحد السيده في اسبانيا قالتها لي يمكن لك يعني طفل صغير تاخذي ليه شويه من هذيك لا كريم ديال فليو ديري ليه لا بلون دي بي تحس من رجليه. ممكن نعم ممكن انا قلت يعني الا كانوا الكريمات اللي هي طبيعيه وجاي المصدر ديالها من فليو اللي هو طبيعي، ممكن اننا نستعملوها في البيت ديالنا ماشي مشكل. ولكن هذه المساله اللي شرتي لها نعم نقطه اللي هي مهمه، يعني هذه المنتوجات اللي اصبحت الان تتغزو للاسف الاسواق ديالنا، خاصنا نحاولوا ما يمكن. نعم انا غير بغيت نشير لسمعتي لا سميره، بغيت نشير غير النقطه مع الساده المشاهدين، بغيت نقول لهم يحاولوا ما امكن نبدلوا المشروبات الغازيه، ونبدلوا الناس اللي مدمنين على القهوه نحاولوا نبدلوها ونشربوا فليو. علاش؟ لان فليو كذلك هو من بين الاغذيه اللي تلعب واحد لو رول ديال اونتي ستريس، سيت اون بواسون دي ستريسونت. نعم يعني الشرب ديال فليو بالليل تيساعدنا هو اكثر من الويزا، الناس اكثر من الويزا، الناس كلهم تيظنوا بان الويزا هي الاسترخاء، الناس اللي تيمشيو للحمام وغير رجع من الحمام، الناس اللي عندهم الحمامات منين يكون السيد اللي مشى يدخل عندهم الكليون خارج يعطيوه كاس ديال فليو بالماء ولا بالحليب، افضل شيء ممكن نديرو. كذلك من بعد واحد اليوم يعني يوم شاق ديال لو ستريس اليومي ندخلوا للدار نشربوا كاس ديال فليو، يعني عجيب طيله اليوم تساعدنا باش نقلوا من هذاك التوتر وترخي الخلايا العصبيه ديالنا. شكرا لك بزاف سي نبيل عياشي. وانا باش نختم غادي نشاطر مع الناس واحد الوصفه سمعت عليها وجربتها وعجبتني بزاف بالفليو، هي تناخذوا فليو، انا ما كانش عندي الطري حيت كان باقي ما وصلش الوقت ديالو، فليو يابس تديرو في الكسكاس ديال الكوكوت وتدير فوق منه الشريحه معمره بالثومه وعاوتاني فليو، تيتبخر هذاك الشيء كلشي مزيان، تاخذ الشريحه بالثومه تدوزها في الطحانه ديال ماتيشه تتخرج معسله تزيد فيها العسل الحره تتولي بحال كونفيتور لذيذه، ريحه فليو فيها ماشي ريحه الثومه، وتقدر تاكلها فوق دي تارتين تعطيها لوليدات الصغار. راه تبارك الله عليك، شكرا لك عياشي. وعلى ديك الاطفال حتى غيزان كور غتقدم لنا وصفه بالفليو. قبل من ذلك نمشيو عند صلاح الدين فقره الرياضه. صباح الفليو صلاح الدين، شنو مقدم لنا اليوم؟ صباح الخير سميره وشكرا لكم، مرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا مره اخرى مع لي باطون سبيسيال دو موسيقى على بركه الله. غنجمع جليه بجوج اوبسيون في وغنجنب الم الدار فصل البرد وغنتفعد شويه يدي لقدام ايكارتي 1 2 اي غولاشي. غناخذ لو باطون ماكسيموم لتحت وغنهبط بشويه عليا، الكيبات ديالي خصهم يكونوا مسرحين باش نحس بلي كويسون باراليل وغنحس بلاسوفليسمون ديال الظهر ديالي بشويه، وغناخذ لو باطون وغنبدا بلي بوتي من لتحت 1 2 3 4 3 2 وغنطلع بشويه 1 2 3 4 وغندفع لو باسان ديالي الفوق شوف فوق شويه لتحت 4 3 2 بوتي 4 3 2 شويه تال فوق 1 2 3 4 بلوكاج وندفع لو باسان 4 3
دو وهبط لتحت عاوتاني. كما كنلاحظوا كنخدم لا بارتي لوندي يعني لتحت ديال الظهر، بلاصه كتكون سونسيبل وحساسه. بزاف الناس كيعانيو من الالم ومشكل ديال البروده. لا سوي وغندور عن جهه اليمين بشويه وغنبدا بلي بوتي في نفس البلاصه. 4 3 2 دور كاريمون الفوق اب بوتي شانجي اب بوتي 4 3 2 بارك علينا غنطلع الفوق اب شانجينا اب سانك سيس سانك سيس جوي كاملين. واحد زوج ثلاثة شانجي واحد زوج ثلاثة روتور سونتر اب بيتي غنبقى هنا 4 3 2 جهة أخرى نرجع الوسط بيتي غنطلع الفوق كاريما 1 2 3 4 1 2 3 4 وغنهبط شويه هنايا اب الباطون غنحطها فوق الكتاف ديالي وغندور عن جهه اليمين وغنشوف البلافون جيست ايتيرمون 4 3 2 شويه اب جهه اخرى شانجي فلوشي الكابي ديالي اب وغنطلع الفوق كما كنلاحظوا تالي كويس يعني اللور ديال الفخاد حتى هما كيخدموا بشويه لتحت ابابط 4 3 2 اغلاش غنحط لو باطون شويه وغنطلع الفوق جيب يدي لقدام ايكارتي حركة أخرى 4 3 2 شانجي جهة أخرى 4 3 2 جهة أخرى 4 3 2 إيغ ولاشي غنجمع رجليا ونقول لكم سيادنا بالصحة والراحة ولكن الكلمة سميرة. شكرا لك يا صلاح الدين. تلقاو اذا يوم الاثنين المقبل باذن الله، اما الان فغادي نحلوا ملف قانوني اخر مع الدكتور محمد جمال معتوق وحليمه خبان. وحليمه خبان مشات اليوم مشات لينا في صباحيه الدوزام حتى للصويره، ياك حليمه؟ بالفعل سميره، فمشينا بالضبط لنا واحدة مدينة الصويره في جماعه ايده وعزه اللي تصدمنا يعني بواحد الواقع مرير عرفته المقبره تما، وشفنا بان حقوق ديال هذه الموتى يعني ما تمش الاحترام ديالها. لما زرتوا المقبره ديال هذا الاكليب هذا ولاحظتوا بان هناك يعني كيبانوا الجثث ديال المسلمين، جثث ديال الموتى المسلمين، يعني ظاهره بواحد الواقع بواحد الصوره اللي هي صادمه بالفعل. ونتابعوا جميع الروبورتاج ريبورتاج فيه صور شي شويه صادمه، فاذا الناس اللي ما يقدروش يشوفوها يتجنبوا. باقليم الصويره جماعه ايده وعزه كتعرف مقبره ايغوزون حاله مزريه بسبب الاهمال وسوء التدبير، الشيء اللي خلى الناس ديال الدوار يدقوا ناقوس الخطر باش يضمنوا الاحترام الواجب لرفات امواتهم، فحاولوا يراسلوا مختلف المنابر الاعلاميه المكتوبه منها والالكترونيه باش تسلط الضوء على الواقع المرير للمقبره وجثث الموتى اللي كتدل على استخفاف واضح بحق الموت والراحه الابديه. مشينا للجامعه ومشينا العماله، صيفطنا الشفاء، صيفطنا الشفاء لوزاره الداخليه، صيفطنا وزير العدل والحريات، قلنا لهم اودي راه هذيك المقبره في واحد الحاله مزريه، يعني ما واحد الحاله راه ماشي هي هذيك. قال لك اودي راه برمجنا ليها في 2011، تسنينا من 2008 تنديبانيوها بداك الشيء ديال الحجار والتراب والشوك دوك النباتات الشوكيه، ملي وصل 2011 جاو خدموا. الحال
الحل راه درناه دارها المجلس للساعه اللي كتخسر برمجوا له ميزانيه برمجوا فيها 14 مليون تخسرت فيه في الميزانيه 14 مليون قل 200 ولا قل 400. خدموا هادشي اللي داروا ماشي خدمه، داروا هاد السياج ديال الحديد والحجر ما كافيش، انتم شفتوه راه ما كافيش تقريبا، باقي اللحظه وما تيطيحوا، راه داكشي اللي ما تيدخل من السياج ديال الحجر ديال الحديد تيدخل تيشرب داكشي من تحت وكيطيح. زيد شوفوا معايا هاد القبر هذا، راه حفروا الحلوف وداكشي شتيه، راه واحد التقبه قداش، وهاد القبور حتى هما كاع محفورين، راه واحد الحفره اخرى شتيها. والو اش درنا حنا جنة وقطعنا هاد الحطب هذا وهاد الشوك درنا على حساب البهايم وعلى حساب الكلاب وداكشي، باش المهم هزوا على هادشي شويه وصافي، راه كلشي غادي يموت، ماشي غير حنا ماشي غير هادو، كلشي غادي يموت وكلشي غادي خاصو يتحترم، خاص القبور ديالهم يتحترموا وخاص يتسيجوا، خاص المسؤولين يقوموا معنا بالدور ديالهم ويقادوا هادشي، هادشي ضرب راه ما كافيش، هادشي الموتى وخاصنا نحترموهم ولا اله الا الله. موضع الضرر كيشهت على راسو، راه كيشهت على راسو، ما منضر كاينش، وهادشي اللي كنقول راه كنقول كيشوفوه على العالم، سمعتي؟ وحنا كنعود على الضرر، كنمشي عند السلطه، السلطه كيقول لك راه سيفتنا لاداره اخرى، كنمشي لاداره اخرى وكنصيفط ليه شكايات وما كان يجاوبنا، ما كان يقول لنا قلتوا حق ولا باطل. في انتظار تلقى حل هاد المقبره، كل هاد الناس تيأملوا ما يلقاوش نفس المصير وتعاد الموتى حرمتهم. انا بعدا تيحز في نفسي علاش تنشوفوا المقابر ديال النصارى وديال اليهود دائما نقيه وزوينه، والمقابر ديال المسلمين دائما في هذه الحاله بحال هكا. هذه ماشي مقبره وحيده اللي في هذه الحاله تنظن، اكيد، ولكن هذه يعني مقبره من ضمن مجموعه من المقابر للاسف اللي كتشهدها الاقاليمنا، يعني اقاليم المملكه. فنطرحوا السؤال على استاذ معتوق، شنو هو الاطار القانوني وفين حق هذا الموتى؟ كنا يعني عودنا الساده المشاهدين كندافعوا على حقوقنا احياء احياء، انا وانت والساده المشاهدين، ولكن اليوم حق الموت، حق الناس ديال الموتى يعني ضاع والحرمه ديالهم مشات. طبعا هنا ما تنتكلموش حليمه وسميره ما تنتكلموش على حق، ولكن تكلموا على حرمه، لان الشخص اللي كيتوفى يعني الحق تيمارسه الانسان شخصيا، ولكن عندهم حرمه، حنا اللي كنستافدوا من ذاك الحرمه، لان عندنا واحد العلاقه خاصه مع الموتى، لان كنتفارقوا معاهم بهم بالام، اذا كان دينيا ثقافيا اجتماعيا حضاريا عندنا علاقه مع الموتى، اذا تيخص الحفاظ على الحرمه ديال هاد الناس والقانون، هاد الجثث يعني اللي كاينه اللي توفات الله يرحمهم كلهم. أمين. القانون الوضعي، القانون المغربي ديالنا، القانون الجنائي في الفصل 168 واللي كيتبعوه الفصول اللي كيتبعوه كيعاقب كل اللي كيمس هذيك الحرمه اللي تمشي يمس هذيك الجثات او يدير فيها شي عمل مشين، كيعاقبوا تيمشي ثلاث سنين ديال السجن. بالنسبه نرجع دابا للوضعيه المزريه اللي كيعرفوا هاد الناس، انا تيأسفني انني نشوف هاد الناس هاد اللي ساكنين في هاد الدوار اللي هو ادا وعزه في الصويره، كيكسبوا الرئيس الحكومه، تيكسبوا الديوان الملكي، تيكسبوا الوزير، الوزير الاول، الوزير، هذا اختصاص رئيس الجامعه خصو ياخذ مبادره والمبادره تكون بفعاليه. ولكن سمحت استاذ، راسلوا في الاول رئيس الجامعه ومشوا يعني بالتراتبيه. لا تنقصد كنلقاو الفعاليه ولقاو الاستجابه، ما غيطرقوش على الابواب الاخرى. الانسان حتى كيفقد الامل عاد تيطرق في هذه الابواب. اذا هاد الناس فقدوا الامل. لا اكيد اكيد، لانه الوضعيه مستمره سنوات، والصور اللي شفنا فعلا صادمه، سميره تقول سي صادمه. اذا الميثاق الجماعي ديال 2003 اللي تم التغيير ديالو فيه فصول واضحه كتكلم على المسؤوليه والصلاحيه ديال رئيس الجماعه في انشاء وتدبير المقابر. انشاء يعني اذا كانت حاجه اننا نخلقوا مقبره، تياخذ المبادره مع السلطات المحليه مع الادارات المختصه وتيخلقوا مقبره. تدبير المقابر هي ملي كيكونوا بحال هذه الامور هذه تيمكن له يتجاوز. شنو العمليه البسيطه اللي يمكن له يدير؟ هو انه يدير واحد السور عالي. حنا ملي شفنا في الروبورتاج صور بسيط، وهذه فرصه باش نذكر حليمه الناس اللي كنصوتوا عليهم في الانتخابات اللي هما مسؤولين، لان خصو الناس يعرفوا بان المسؤوليه
ماشي تشريف، مسؤوليه تكليف. خص الواحد ما ينعش شي حاجه، عندي مشكله هكا في الجماعه ديالي، خصني تنطرق هذاك المسمار ما يبقاش نهائيا. وعار عليا ان يمشي واحد من المواطنين اللي تابعين لي الجماعه يمشي يدقوا على ابواب اخرى وانا هنا موجود اذا كنت مسؤول. هذه هي المسؤوليه. الناس خصهم يردوا بالهم في الانتخابات الجماعيه باش يعرفوا راسهم على من تيصوتوا. نشوفوا شنو كيقول الجهاز الجماعيه وايضا الاداري اللي هي مسؤوله. خص الراي العام يعرف المشكل اللي كاين في الجماعات القرويه اللي كينتميو للاقليم ديال صويره، انه جميع المقابر محطوطين في الاماكن في الغابات. راكم شفتوا راه محطوطه ما بين جوج الويدان، هذيك المقبره جوج الويدان كبار وكاين الغابه. يعني حتى الحلوف اللي كيتشكاو منه الناس، هذاك الخنزير البري اللي كيتشكاو منه، راه كاينه محميه طبيعيه من ورا هذيك المقبره، محميه طبيعيه وعايش فيها الالاف ديال هذاك الخنزير البري. حنا كمجلس درنا المجهودات ديالنا بالامكانيات اللي عندنا، حنا كنشتغلوا على حسب الامكانيات اللي عندنا. برمجنا في 2006 صفقه سميتو ميزانيه باش نديروا لها حائط وقائي الكابيون هذاك اللي سميتو على حسب الميزانيه اللي عندنا. صيفطنا الصفقه للسيد العامل باش تصادق، انما كنتفاجئوا بانه السيد العامل فداك الوقت انه رفض هذيك الصفقه على اساس الاحياء اولى من الموتى. الاشكاليه ديال المقبره كانت اشكاليه من الاول. المشروع ما متقدمش بانه فعلا راه مشروع يستحق اصلاح. يعني قلنا في الامور الا درتي غير الصور والامور غير هذا راه امور غتحمي. جات عندهم ديك الساعه اسبقيات والمجلس حول. في 2010 نط عطيت بوند كوموند ودرنا ليه سياج. حنا رئيس الجماعه با يراسل، قال لنا غادي نراسل على علم بالموضوع، وحنا على علم بالموضوع بان رجل الجماعه غادي يقوم بالاجراءات اللازمه اللي حنا غادي نواكبوها. في الميزانيه ديال 2014 الميزانيه اللي غادي تكون خاصه بهذيك الدوائر بجوج بهم غادي نخصوها لهذيك المقبره ان شاء الله باش نلقاو لها حل. ولكن الميزانيه اللي غادي تبرمج الجماعه بوحدها ما كافيه شيء، خص الادارات الاخرى العموميه يتعاونوا معنا. استاذ معصوق شنو هو رايك في هذا الوعد هذا اللي عطانا رئيس جماعه ايدو عزه باقليم الصويره؟ هو على اي حنا الا بغينا نكونوا ايجابيين نحاولوا نساو، يعني ماشي نساو الماضي ولكن نساو المراره ديال هذا الماضي وهذا الشيء اللي عاشوا الناس في هذه الدوار، على امل انه في 2014 وهذا كان ضمن التزام ديال رئيس الجماعه. واخا مؤسف ذاك الكلام ديال اللي قال بانه راه الاحياء اولى من الاموات، لا القانون ما جاش يتكلم على شكون اللي عنده الاسبقيه. القانون عطى واحد المسؤوليه وعطى واحد الصلاحيه تيخص الاحترام ديالها، واجبات خص الاحترام ديالهم. اذا الميزانيه 2014 ماشي بعيده بيناتنا، النهار رحنا دخلنا لها يعني ماشي بعيده بزاف. 2014 يناير وغادي ندخلوا في الميزانيه وغادي نشوفوا الوعد ديال هذه الجماعه. كنتمنى انهم يكونوا في مستوى الوعد ونرجعوا ان شاء الله في النهايه ديال الدوريه اللي غادي نشتغلوا عليها باش نشوفوا النتائج ديال هذه الوعود وهذه المسات. اخبار جميله ان شاء الله. ان شاء الله نكون على يقين. يعني كنبغي ناكد للساده المشاهدين غتكون ان شاء الله متابعه ونعرفوا فين وصل الوعد ديال السيد رئيس الجماعه القرويه. اذا نشكرك حليمه، تتبعك لكل هذه الملفات القانونيه، وتنشكروا الشكر الكبير للدكتور محمد جمال معتوق اللي سيأثر لنا هذه الملفات قانونيا وتوجهنا وتوضح لنا وتنصحنا كذلك. شكرا لك مره اخرى. الى سمحتوا اللحظه نمروا عند الشيف الهادي ونرجعوا لفليو. اذا غادي نرجعوا مره اخرى لفليو معك الشيف الهادي، غادي تصلحوا لنا في اون تارت. لكن انا ما عمرني ما سمعت اون تارت بالروز الشيف الهادي. هذا هو البرنامج ديالنا ان نجيبوا حويجات جداد، وكما تنعرفوا العيالات اللي تيشات لهم ذاك الروز ربما تيكون ذاك الروز القصير او ذاك الروز الطويل، لان الروز فيه واحد 17 نوع. تنحاولوا نديروها بواحد الطريقه بسيطه. تناخذوا 25 مليلتر ديال الحليب تنحطوا بحال هذا الشكل هذا، تنخليوه يغلي واحد شويه، وتناخذوا هذا الروز هذا، لان هذه الطريقه هذه ربما كاين بعض الاخوات تقول لك مثلا الطريقه التركيه او الطريقه مثلا احنا موالفين تنطيبوا الحليب بالروز. هذه مغايره تماما. تناخذوا الروز بحال هذا الشكل هذا، تنحطوه تما وتنخليوه تناخذوا واحد
عندنا واحد 30 مليلتر ديال لاكريم، تناخذوا غير واحد 200 بحال هذا الشكل هذا، واحد 100 تنخليوها تنصايبوها من بعد، تناخذوا جوج ديال الصفر البيض بحال هذا الشكل هذا، تناخذوا واحد البيضه كامله وتنضربوها بحال هذا الشكل هذا. كاين اللي بغى يدير السكر يدير السكر، كاين اللي بغى يدير العسل يدير العسل. نقدروا ندير واحد 15 حتى 20 غرام ديال السكر، اولا يدير واحد 50 غرام ديال العسل بحال هذا الشكل هذا. كنخلطوا هذا نخليوه هكذا، يعني هذاك الرز يتشبع بالحليب وبلا كريم اللي كاين تما. غير الطريقه انني غادي ندير دابا فليو، كندير الفليو يابس لان خصو يكون طايب كما قال الدكتور، يكون يابس في الظل باش تيعطي واحد النسمه زوينه. كنديروا داك طري لكن ما كتكونش النسمه ديالو بحال اليابس. كنحطوه بحال هذا الشكل هذا وكنخليوه يطيب واحد المده 15 حتى 20 دقيقه. من بعد تناخذوا هذا السكر هذا كما قلت فليو، نقدروا نديروه مع الحليب بلا سكر بلا والو، غير حنا باش نزيد ديك النسمه ديال السكر نزيد واحد 5 حيت احسن ديسير. هذا ديسير خاصنا ندير فيه شويه السكر، تنضربوا بحال هكذا يكون احسن. تنضربوا بحال هذا الشكل هذا وتنزيدوا عليه ديك لاكريم اللي بقات لينا 100 مليلتر اللي قلتي على الشكل هذا. هادشي ما نضربوهاش بزاف باش تبقى لنا مجموعه حتى تيطيب داك الروز، وتنصايبو دي طاخت بحال هكذا لي طاخت بحال هكذا. وانا تنوصي لي فون دو طاخت، كاين بزاف ديال العيال كيقول لك ما تصدقوا ليناش، انا تنعطيهم واحد الطريقه بسيطه، دائما يديروا جوج لواحد. الا كانوا داروا 500 غرام ديال الدقيق يديروا 250 غرام ديال الزبده و 125 غرام ديال السكر. دائما نقصوا بالنص 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 بالنص. اذا الا استعملت مثلا كيلو ديال الطحين نص كيلو ديال السكر وربعه ديال لا 500 غرام مثلا يديروا 250 غرام ديال الزبده والزبده تكون بارده عاديه و 125 غرام ديال سميتو السكر ديال السكر. اذا كيلو ديال الطحين هي نص كيلو ديال الزبده وربعه ديال السكر. دائما بقاو وملي تيطيبوها يحاولوا ما يكون يطيبوها واحد لا تمبيراتور مهله، حتى يحطوا مثلا الروز تما او يحطوا الفول اي حاجه، حتى الا ما حطوا شي حاجه يحطوا غير ديك البابي الومنيوم تما وملي يجبدوا ويديروها ويديروا ابراشوها شويه بسميتو بالبيض ويرجعوا واحد 5 دقائق وحيدوها ويديروا غير اللون زوين يديروا غير الطياب. دابا بحال هذا حنا شفناه راه طاب، تناخذوا هذا الروز هذا تنفرغوه هنا في هذاك البيض جوج صفرت البيضات وبيضه كامله مع 100 مليلتر ديال لاكريم فريش بحال هذا الشكل هذا. رائحه غزاله بعدا ديال الفليو ديال الفليو عجيب. وهذا ديسير لهذا الموسم هذا يكون رائع. ملي تنديروا بحال هكذا تنهزوه وتنفرغوه في ذوك لي طارت وكنحطوه في الفران واحد المده ديال 35 دقيقه واحد الدرجه ديال 160 حتى 170 درجه بحال هذا الشكل هذا. ومن الاحسن يستحسن انهم ياكلوهم سخان او حتى ياكلوهم باردين، خص يديروهم مع شي صوص. وبهذه المناسبه انا غادي ندير دي صوص ان شاء الله بالنسبه لهاد لي طارت، وغادي نوري لهم كي يديروا لي صوص لي سالاد ولي صوص باش يطيبوا من الحوت ان شاء الله. كل شيء غادي يجي في المستقبل هذا الشيء هذا. كل شيء في صباحيه دزام ان شاء الله. تنشكرك بزاف على وصفه اليوم الشيف الهادي، انا غادي نجربها كالعاده، دائما تنجرب الوصفات اللي تساعدتني وتيكونوا رائعين. تدخلوهم كي قلت لك 160 حتى 170 درجه ونخلي واحد 35 دقيقه والنتيجه هي هذه رائع. شكرا لك شيف الهادي، نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله مع وصفات اخرى. كافيار دو بيرجي شي حاجه بالكامون، شي حاجه بقرعه خضراء، ما نفرطوش دائما في البقايا ديال الاكلات ديالنا. تنشكرك مره اخرى، نبقاو دائما مع الفليو هذه المره مع غيزلان كوار فقره الجمال. غيزلان غادي تستعملنا في ليو طري ظهر ليا اليوم ياك؟ غادي نستعملوا في ليو صار اللي بغاو السيدات يعني يستعملوه طري تبارك الله، كان ميبس مرحبا احنا نعطيهم وتزويق خاصهم غير يديروا خلاص خاصهم غير يديروا. هو صراحه ما كاين ما احسن من الفطور الصباح بالحليب بالفليو، تعقلي عليه فاش كنا صغار حتى في الليل سخطو في الصباح تيعجب لان ديك الرائحه زوينه وتتفتح الشهيه تتفيقك. ونهضروا بان فليو تعرفوا السيدات يعني غير
الوقت اللي في نزلات البرد هو مزيان حتى المشاكل ديال المعده ديال المصارن كيحل مشاكل لي بروبليم ديجستيف كلهم يعني الناس يتعودوا انهم يتناولوه يعني ندخلوا في الثقافه ديالنا ديجا لو شيف ورانا اليوم في لي طارت يعني غنستافدوا هو بنفسه قال لي فاش يزيد عليا زعما التوتر ولو ستريس تيشرب حليب بالفيوف اللي قال لك تينعس ممتاز ثاني حاجه انا ملي تنكون ستريسي تنحل غير قريعاتي الويل اسونسييل الروح رائع شوفي انك تشم رائحه ستغولاكس الوصفه ديال اليوم صراحه غادي يلقاو على زعما العلاج بزاف السيدات سقطوا وليداتهم هذه النزلات ديال البرد يعني غادي يعاونوا بها في العلاج الوليدات اللي تيكونوا تيسعلوا بالليل تنبغيو نديروا لهم اون ويل شوفونت لي زويل شوفونت ابتداء من 6 سنين طبعا ابتداء من 6 سنين ونعطيهم باش يتفاداو المشاكل الزيوت الاساسيه مزيانه ولكن الحاجه اللي تزادت الشيء اذا زاد عن حدين قريبا هما سون تري توكسيك خطيرين الى زادت يعني الكميه ديالهم لم تحترم ما تحترمش الوغ شنو غنستعملوا كزيوت اليوم غنديروا الزيت ديال الزعتر غناخذوا معلقه من انا نحلو غنحطو انا نحل كومبليتمون فوالا باش نسهلوا علينا ماموريهم الاحسن السيدات ما يتشطروش في الزيوت ياخذوا دائما من الصيدليه من الاحسن لان كنضمنوا على الاقل راها هذا ديال الزعتر رائحه غزانه وهذا ديال اليازير دونك معلقه ديال الزعتر معلقه ديال اليازير غنديروا معلقه اخرى ديال السكنجبير وهادشي كلشي المحاربين ديال البرد كلهم جبتيهم كلهم ومطهرين فوالا نوري نعلموا السيدات حنا شحال درنا ثلاثه المعالق كبار الوغ معلقه كويغا سوب معلقه كبيره ديال الزيت فيها خمسه ديال القطيرات ديال زيت الاساس دائما السيدات يحفظوا معنا لان غنطبقوا ان شاء الله هذه السنه وصفات جديده معلقه كبيره ديال الزيت او ديال الماء او ديال تساوي خمسه ديال زيت الاساس فوالا حتى معلقه ديال اون كريم اونتيغيد الا بغينا نديروا فيها الزيت الاساس الخزامه بوغ ريلاكسي ولا كوم انتيسيبتيك حتى هي نفس الشيء نعبروا بها خمسه نقيطات وغادي ناخذوا الروح ديال الفليو او الويل اسونسييل فليو او زيت الاساس وغادي نديروا هنا خمسه خمسه اخرين فوالا 15 قطيره درتي غير ديال الفليو هنايا غير فليو بوحدو بغينا نزيدو يعني نبدعو ندير لوكاليبتوس انا شخصيا كندير الفليو كندير حتى لوكاليبتوس ولكن هنا درتي 15 ماشي مشكل ماشي مشكل غنديرو غير جوج قطيرات لوكاليبتوس على المنافع ماشي على الريحه المنافع ديال ان لوكاليبتوس هو تيسخن وسو فورم دونتيبيوتيك للدراري الصغار وهذا بالليل من الافضل غادي ندير ناخذ واحد الكميه غندهنوا لوليداتنا الصدر الصدر ديالهم الظهر ديالهم والجبهه ديالهم تجنيبات وانا صراحه بالنسبه للوليدات ندير حتى بلاستيك سلفوريزي بلاستيك الغذائي تتلويه عليهم باش يعرفوا تيديروا الناس القدام حتى القماط لا شنو تيديروا؟ كانوا تيديروا الكاغيط ديال السكر ديال القالب ما كانش ديك الساعه دونك كتسمطهم مزيان دو بلاستيك داك الفيلم بلاستيك الغذائي باش تيسخنوا وصراحه تعطي فعاليه مزيان بالنسبه للرياضيين ما خاصهمش يضربهم برد يعني خاصهم يكونوا فراشهم باش نديروا الفراش ديالهم فوالا شميتي رائحه طالعه جميله الوغ بالنسبه للرياضيين تا هما السيدات اللي تيديروا الرياضه بزاف اولا الرياضيين فريمون لي سبورتيف لي كوباتور ابخي من بعد يعني مجهود رياضي او عضلي غادي يدهنوا به داك العضله ديالهم غادي يحسوا بواحد الاسترخاء وواحد الراحه يعني فعاله جدا هذه الوصفه نبغي السيدات انهم يعني يجربوها ويتفاداوا المواد اللي تكون فيها دي ديشي بيترولي يعني بلا بدون ما نذكروا اسماء ديالهم مي من احسن الحوايج اللي هكذا طبيعيين ومصايبين يعني ديالنا في المغرب الزيت هادشي كله تيتصوب علينا منفع ما يضر شكرا لك غزلان دائما لتتبعك المحور ديال ليميسيون اليوم تكلمنا على فيو قلتي لي راه عندي ما يتقال في الفليو تنشكرك بزاف نتلاقاو خليك عن الاسبوع المقبل اللحظه غنمشيو نستقبلوا ضيفنا في فقره مشاهير وليلى الشوايه اذا ضيفنا اليوم غادي يتحفنا بعد الرنات او النغمات الموسيقيه المغربيه هو فنان مغربي طبعا تقدمي اكيد سميره وكذلك جا وجاب معاه الجديد ديالو اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في الحلقه ديال اليوم اذا كيف ما قلت لكم مشاهدينا فنان موهوب في مجال الموسيقى والغناء انه الفنان عزيز المغربي مرحبا بك ونهار كبير هذا شكرا لكم وصباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع المغاربه وكل تيستمع لينا
وتنبغي نشكركم على هذه الدعوه هذه. مرحبا بك. وانا اشد المعجبين بصباحيه الدوزان، وتنتمنى ان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم ان شاء الله. مرحبا بك. اذا انا نخليك تصبح على كل المغاربه، انا عارفه تبارك الله عندك حنجره ذهبيه، عندك صوت جميل، فما كرهناش شي حاجه بصوتك لكل سيدات صباحيه الدوزان. هاي 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 هاي، شوفوا تحت سما صافية ما تعرف غيام. هاي هاي هاي، أرض تغني زانية مفروشة سلام سلام يا سلام. عيشي عيشي يا بلادي، عيشي يا بلادي عيشي، وعيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير. عيشي عيشي يا بلادي، عيشي يا بلادي عيشي، يا أرض كريمة فايدة بالجود الخير. تبارك الله عليك، ما خليتينا ما نقولوا صافي. تبارك، أنا غادي نرجعك شوية للوراء. إذا شاركتي في برنامج نجوم ونجوم بالقناة الثانية وحصلتي على المرتبة الثالثة، شاركتي في العديد من المهرجانات داخل وخارج المغرب، أبرزها حفل افتتاح المهرجان الوطني الثاني للمرأة المغربية، والعديد من التظاهرات الفنية والوطنية وحتى الجمعيات الخيرية. في 2004 بديتي بتسجيل أغاني ديالك المغربية والشرقية كذلك بتوزيع موسيقي جديد بحال زي العسل، البوم كان في 2004 كنظن، ليك ايضا مجموعه من الالبومات، اغنيه بين صفوف البنات، بين صف البنات، البوم خليجي في 2008، واغنيه جديده خذ قلبي اللي غادي نتكلموا عليها بعد لحظات. اذا منين ورثتي هذه الموهبه هذه؟ كيف ما تعرفوا، فبالنسبه للبدايه ديال اي فنان تيبدا بالتقليد، بالنسبه للمدارس الكبرى كمحمد عبد الوهاب، استاذ وديع الصافي، عبد الحليم حافظ. فانا مني يعني حليت عيني في الدنيا، لقيت راسي تنغني. وفي ديك في التسعينات بالضبط التحقت بمجموعه من الجمعيات وقمت بانشطه ثقافيه وفنيه، حتى تحت لي الفرصه وشاركت في مسابقات فنيه اللي من خلالها سقلت الموهبه ديالي ودخلت الميدان بشكل احترافي. هذيك تما كسبتي ثقه اكثر بالنفس ديالك، ولكن فوقاش كانت الانطلاقه الحقيقيه ديال الانطلاقه ديالي كانت بالضبط في 1993. تبارك الله. في 1993 فكنت مازال صغير، وكنت من اشد المعجبين بالفنان جورج واسوف، كنت نقلدو بزاف. وشاركت. شنو هما الاغاني اللي كنتي كتغني بزاف واللي عزيزه على قلبك بزاف؟ بعد اول برنامج بديت فيه كنت غنيت الهوى سلطان. الهوى سلطان يعني معروفه عندنا. يلا شنو هو على ذكر الهوى سلطان؟ الهوى سلطان، الهوى سلطان يا عاشقين، الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان يا عاشقين، الهوى سلطان. اشكي للزمان وقول للزمان، اشكي للزمان قول للزمان، على القلوب الهوى سلطان، على القلوب الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان يا عاشقين، الا وسلطان. بغيت تشبه الصوت. تبارك الله عليك. عزيز المغربي كذلك، انت كتعزف على العود، يعني شفتك في مجموعه ديال الصور عبر الانترنت، يعني كتعزف على العود، فكيفاش احتسقلتي كذلك هاد الموهبه ديال العزف؟ بالنسبه لالات العود فهي ضروري خصها تكون ملازمه للفنان، خصو يتعلم ليها باش تضبط بها المقامات وتضبط بها المسائل على حق وطريقه. كتلحن بها؟ درت تجارب في اللحن لكن مازال ما سمعتهاش للمغاربه، وتنتمنى ان شاء الله نشاهد في هذا الميدان هذا ان شاء الله. الوقت عرفتي كذلك في الوسط الفني بالتنوع الغنائي ديالك بالاغاني الشعبيه والعصريه. فانا كيف ما تعرف الجمهور يعني المتتبعين المسيره الفنيه ديال عزيز المغربي عبر موقع الفيسبوك، فانا عندي لوركستر ديالي.
تنشغل في الاعراس، تنشغل في المناسبات الوطنيه والمناسبات الرسميه، وعندي الاوركستر ديالي تنغني جميع الانوال الغنائيه بما في ذلك الاغنيه المغربيه، العماريه، الاغنيه الشعبيه، الاغنيه المغربيه، فكل ما يحتاجه العرس المغربي، حيت العرس المغربي ماشي مساله سهله، خص الانسان يكون عنده واحد الرصيد فني كبير. علاش؟ حيت العرس فيه اذواق، فيه ناس تبغي الطرب، فيه ناس تبغي الاله الاندلسيه، فيه ناس تبغي الشعبي، فالمغني لازم انه يكون توفر فيه هذه الشروط هذه باش يرضي الاذواق. اذا بقى معنا سي عزيز، انا شفتك في مسار تكريم الفنان عبد الرؤوف، نشاهدك ونرجع نكملوا الحوار ديالنا لو سمحتي. اهلا وسهلا. سلسل واسمحني بالطالو، عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو، عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو. سالو سالو واسمحني بالطالو، سالو سالو واسمحني بالطالو، عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو. عيا ما يقلب ما يصبرش بحالو، انشالو غزالو يندم عليه، لو كان احساب ما يفرط فيه، انشالو غزالو يندم عليه، لو كان احساب ما يفرط فيه، يسهر الليل عزيزة المغربي. الان غنتكلم اكثر على الالبوم ديالك الجديد خذ قلبي، شليش كتكلم هذه الاغنيه هذه وكيفاش جا الجديد هذا؟ هذه الاغنيه خذ قلبي هي اغنيه مغربيه وتتم المسار ومستقبل الاغنيه المغربيه، فانا مهتم بالاغنيه المغربيه وتنغير على الاغنيه المغربيه ومن اشد المعجب بالاغنيه المغربيه، فدرت هذه الاغنيه هذه، فهي اغنيه من كلمات الاستاذ وشعيب عبيري ومن الحان الاستاذ عربي الكامني، ودابا ان شاء الله بصدد تهيئ الفيديو الكليب اللي غادي يصدر ان شاء الله في الاسواق قريبا ان شاء الله، وتنتمنى انها تكون اغنيه تتمثل التراث المغربي. خذ قلبي وتهلا وروحي ما نقول لا، خذ عيني يا اغلى من روحي وعيني، انا ملكي ديك نزيد نحلف ليك، والله الا كان بغيك نضرب منك تحييني. تبارك الله عليك. تبارك الله. اذا الاغنيه كاينه بوحدها في الالبوم ولكن معها مجموعه ديال الاغاني؟ لا، اغنيه سينجل ما وضعتهاش في الالبوم، اغنيه درتها على شكل سينجل، وتنتمنى ان شاء الله تلقى واحد الصدى طيب من طرف المشاهد الكريم. احنا في البدايه ديال 2014، فشنو كتمنى في هذه السنه هذه وشنو هي المشاريع ديالك الجايه ان شاء الله سي عزيز؟ المشاريع الجايه ديالي ان شاء الله، انا بصدد الفيديو الكليب اللي قلت لكم ديال خذ قلبي وتهلا، ان شاء الله بالتوفيق، وغنوجد ان شاء الله البوم غنائي طربي على شكل سهره حيه، حتى هو غيكون ان شاء الله في مطلع هذه السنه هذه، وتنتمنى سنه سعيده، وهذه هديه مني للمغاربه اغنيه خذ قلبي. شكرا، كنشكرك على الحضور ديالك. قبل من الاغنيه تنشكرك انا بدوري سي عزيز المغربي على الحضور ديالك، ونتمنى لك التالق ان شاء الله، والباب ديال صباحيه الدوزه مفتوح لكل الفنانه اللي عندهم الجديده ليلى كما دار سي عزيز أكيد المغربي. اكيد طبعاً. فمرحبا بهم، يتواصلوا معنا كذلك، يعاونونا حتى هما يجيو عندنا. نذكرهم اذا برقم الهاتف ديالنا 0522 66 73 77، او عندنا صفحه في الفيسبوك صباحيه الدوزه بوان اوفيسيال. شكرا لك ليلى اذا، والشكر لكل من شارك في حلقه اليوم وساهم باش يجعل من حياتنا أسهل كل يوم. مواضيعنا في الصحة، الجمال، التغذية، التويل، في انتظاركم الأسبوع المقبل الكل والمزيد. صباحية الدزان، نهاركم مبروك، ولك الكلمة سي عزيز. خذ قلبي وتهلا وروحي ما نقول لا، وروحي ما نقول لا، خذ عيني
يا أغلى من روحي وعيني أنا ملكي ديك نزيد نحلف ليك أنا ملكي ديك نزيد نحلف ليك والله لك البغيك نظرة منك تحيني نظرة منك تحيني خيالك هنا كهنا أنا ديما في محنة أنا ديما في محنة حتى نشوفك عدنا هنا بلي يا وهنيني بلي يا وهنيني.